هلو ايفريون، اهلا وسهلا فيكم على قناتي. اسمي ناديه لليلي ما بيعرفني. بفيديو اليوم بدنا نحكي عن 21 healthy habits بلشت فيهم تقريبا باخر 2020 اول 2021، وحسيت انه كثير غيروا لي حياتي بطريقه ايجابيه، خلوني اكثر productive اكثر positive، فقلت انه عن جد لازم شارككم فيهم. سو هيك كلنا سوا بنستفيد. فاذا عبالكم تعرفوا شو هن ال 21 healthy habits اللي بلشت فيهم، خليكم عم تحضروا. So, أول شي بعمله الصبح أول ما فيه هو أني أنا أعمل تختي. هيدا الشي كتير حسيته بيساعدني أني ما أرجع على التخت during the day وما أخذ كتير نابس وما أرجع أقعد بتختي كمان أحضر نتفليكس ويوتيوب. خليني حس حالي أكتر energetic productive أني خلص التاسكس يلي عندي ياهن. سو حسيت هيدا أول شي وكتير مهم. أول ما فيه الصبح تغرب رتب تختي قبل ما أعمل حي الله شي بكون مرتب تختي. تاني هابت كمان بلشت فيها هي انه اول ما اقوم من النوم ورتب تختي اني اشلح البيجاما تبعي وغير لشي مريح بالبيت، ان كان سويت بانتس هودي شورتس دراس وات ايفر يلي بيريحني، يلي حسيته انه بيريحني بهذا النهار دغري غير بيجامتي والبسه. لانه بس غير على البيجاما كمان ما بقعد خلي حالي انا ارجع لتختي اكثر، انه خلص بعرف انه انا لابسه ثياب البيت في اظهر فيهم، في روح على السوبر ماركت مريحين بريزنتابل، وبنفس الوقت انه ما كثير بحس حالي ما لي جلاده اعمل شيء بمود اني انا لابسه بيجاما وفي ارجع اتخذ ساعه البدي. سو جايز الهابت نمبر 3 اللي هي عن جد من اهم الهابتس اللي بلشت فيها تقريبا ب 2020 اخرها، هي اني انا اجرب اشرب كتير مي بنهاري. كتير مي يمكن بالنسبه لغيري عادي بس بالنسبه لي كتير، لانه انا كنت انسان اشرب نص لتر بنهار كله. بس بلشت كتر شرب مي، بلشت من نص لتر لليتر لليترين لترين ونص، وصرت بنهاري كتير عم بشرب مي. ساعدت بشرتي كتير اني ضلني هايدريتد، ساعدني اني اخسر وزن، لانه في كتير ايام لاني معودة ما اشرب مي فكر انه انا جوعانة، بس بلشت اشرب مي صار جوعانة هي عطشانة، انه بس اشرب مي بحس انه لا انا مش جوعانة. habit number 4 هابت نمبر 4 هي اني انا ما اقفل سكين كير تبعي، ان كان للماي بودي سكرابز اويلز بودي لوشن او للفيس تبعي، اني اغسل وجهي احط التونر احط السيروم الكريم دو جور كريم دو نوي، وخصوصا الاس بي اف لو انا قاعده كل النهار بالبيت وكلنا محجورين وما قادرين نظهر، كثير مهم انه نحط الاس بي اف الحمايه من الشمس. هابت نمبر 5 هي انه انا اعمل بلان لماي داي، يعني من بعد ما قمت ورتبت تختي شلحت البيجاما حطيت السكين كير تبعي خلصت كل اللي لازم اعمله الصبح وشربت مي، انا بقعد باخذ ماي كوفي انا ما بعمل بلان لالي للنهار، شو بدي اصور شو بدي انزل كونتنت مين بدي اشوف شو عندي مواعيد كيف بدي اقسم نهاري بطريقه اكون كتير برودكتيف فيه واكون مرتاحه فيه مش كتير مضغوط، انه ضلني محافظه على الانرجي اللي عندي اياها تقدر اخلص النهار بطريقه منيحه. هابت نمبر 6 اني اكون برو اكتيف بمعنى اني اكون مركزه اكثر على ماي فيوتشر، اطلع بطريقه اوسع للقصص بطريقه شو بدي وين بدي اوصل وكيف بدي اوصل لهيدي الشغله وبلش اشتغل على اساس انا وين بدي اوصل. هابت نمبر 7 هي تو ورك اوت، بلشت فيها باول 2020 وضعفت من وراها 10 كيلو. كنت اعمل ورك اوت 5 دايز بير ويك وكنت عم ركز اني انا اخسر وزن. انا كنت حب جسمي وقتها كانت زيادة 10 كيلو قد ما بحبه هلا، ما كان عندي اي مشكل فيه، بس كان عندي مشكل انه كان ما عم بتغذى مزبوط ما عم باكل اكل صح، فصار معي فقر دم وبلش يصير عندي وجع ركاب وصحتي واكلي ما كنت معودة اني اتحرك، فكنت كل ما امشي مسافة طويلة اتضايق كتير من المشي، فقررت انه لا انا بدي اضعف كرمال صحتي مش كرمال شكلي. بس كمان بس بلشت اضعف حبيت انه الشيب اللي انا فيه هلا، وعم ركز بال 2021 اني زبط شيب جسمي اكتر، وهيك متحمسة شوي توصل الصيفية، متحمسة لانه الريزلتس كتير عم بيكونوا حلوين عن جد. يعني اذا عبالكم تضعفوا بلشوا تعملوا ورك اوت، بعد شهر بتصيروا تحسوا بالريزلت بتصيروا متحمسين اكتر وموتيفيتد اكتر انكم تعملوا ورك اوت تبعكم على طول وتاكلوا بطريقه هيلثي اكتر. هابت نمبر 8 اني اسمع ميوزك.
مينيموم 10 دقائق بالنهار، لانه الميوزك بتطلع الستريس مني، وكلنا بالقعدة بالبيت عندنا ستريس، كلنا بالقعدة بالبيت بنحس حالنا ايام انه خلص ما بقى فيي اقعد بالبيت، انا كتير ضيق خلقي والحجر منه هين، فالميوزك كتير ساعدتني اني اطلع من هذا الجو والستريس والانكزايتي. هابت نمبر 9 هي تو ايت هيلثي. انا ما بحب فود دايت او ستريكت دايت وما اكل شيء بنهار او احس حالي عايشه على الجوزه والنص، بالعكس الهيلثي ايتينج تبعي هي انا اتروق شيء هيلثي، ان كان كورن فليكس وحليب اوت ميل ساندويتش بمرقوق، ما يكون شيء كتير فاتي او فيه زبده ومربى وسكر وهيك، بجرب بعد عن الشوجر. وبالليل اتعشى شيء هيلثي سلاد، وعم باخذ البروتين تبعي سو كمان بيساعدني اني ما اكل كتير بالليل، وبعد عن الشيبس والسناكس بالليل. والسلاد بحط لها تونه بينز اجز تشيكن بطريقه انه اقدر اشبع من السلاد ما ضل جوعانه. وبالغدا بتغدى يلي بدي اياه، وجرب ما اكون كتير فاتي صراحة، بس باكل لشبعة، يعني ما باكل على قد الكالوريز، باكل بس اشبع بوقف، مش باكل نص بيضة، لا باكل قد ما بدي. هذا الشيء كمان خلاني انه ما وقف اكل هيلثي وما استسلم للموضوع، لانه كل ما قلل من كمية الاكل كل ما حس انه لا بدي اكل زيادة ساعتها بفلت اكتر للاكل. جربت اعمل ليميت بطريقة تريحني كمان. هابت نمبر 10 هي تو ليميت الكافيين بنهاري. هيدا الشيء بلشت فيه من تقريبا اول 2021، لانه انا قبل كنت كتير اشرب قهوه، كنت اشرب الصبح ظرفين نسكافيه مع بعضهم، وكنت ارجع اشرب شيء 4-5 فنجان قهوه تركيش كافي. وصلت لاخر نهار قلبي كتير عم بدق بسرعه وما اقدر اخفى، بضلني مقلقه كل النهار. قررت انه لا انا بدي حد من القهوه بحياتي. بلشت اشرب فنجان نسكافيه الصبح واشرب فنجان قهوه بعد الظهر. اكيد اخذت تدريجيا تا وصلت لمرحله يعني اشرب بس 2 بالنهار، انه مش دغري نمت قمت بدي اشرب 2، لا ما بتزبط هاي. واكثر حولت الكافيين اللي كنت اخده الباقي بنهاري لشاي مثلا بلا كافيين او كافي ديكاف، انه مش احرم حالي من اني اشرب شيء ما فيه كافيين. هابت نمبر 11 هو اني اخذ فيتامينات بنهار، ان كان فيتامين سي، وعم باخذ كمان شيء حبوب قلبه كذا نوع فيتامين، بقلبه فيتامين اي بي 1 بي 2 بي 6 بي 12 فيو سي دي اند اي مغنيسيوم ايرون زنك وكثير قصص صغير اسمه جيلي ماكس. كثير عم بنتبه لصحتي هلا، وخصوصا بالوضع اللي نحن فيه اللي هو الكورونا. زمطت من كورونا مره، بدي جرب اني ما القطها مرة تانية، لانه منا هينة ولازم ننتبه على صحتنا وتكون مناعتنا عن جد قوية تنقدر نقطع بسلامة وما تأثر بصحتنا كتير وتعبنا. habit number 12 هي اني اظهر من البيت. بالحجر ما كتير مسموح انه نظهر، ما في اصلا كتير محلات انه نظهر عليها، يعني كل شيء مسكر. في سوبر ماركت شوي، هول الشوبس هلأ تفتحوا. بس بخلي حالي اظهر على القليلة مرتين او 3 مرات بالاسبوع، امشي شوي، روح على السوبر ماركت، انزل على الفارماسي، مثلا كل نهار احد بنروح بنمشي ساعتين. هيدا الشيء بيساعد انه اغير جو واطلع من الانكزايتي اللي انا فيها او من العبقة اللي سبب لي اياها القعدة كل الوقت بالبيت. ما حدا بيتحمل يقعد بين 4 حيطان شهرين 3 و4، ضروري تطلعوا تشوفوا الشمس. habit number 13 habit number 13 اني ارجع للريدينج. انا كانت هيدي الهابت كتير قديمه عندي، كنت كتير 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 اقرا، كنت اقرا تقريبا كتابين بالشهر. بس قطعت سنه وقفت اقرا كومبليتلي، انشغلت بشغلي وبالكورونا وما عاد، وحسيت حالي اكيد اول ما انحجرنا انه ما عندي الانرجي وقعدت البيت تعبتني وهيك، وما رجعت بلش اقرا. ب 2020 قررت انه لا انا بحب اقرا، بحب الكتب وبدي ارجع لهيدا الشيء، وخصوصا انه بس بلش اقرا بكتاب افكاري بتشتغل اكثر والايماجينيشن بتشتغل اكثر، لاني بفوت وبتعمق بالكتاب اللي انا بقراه، فهيدا الشيء كثير بيساعدني. habit number 14 هي ان تو ليميت الوقت اللي بقضيه عم بحضر تي في، لانه اول ما
بلشنا نقعد بالبيت نتفليكس كل النهار، بلش بسيريز ما بعد وقفه تخلصه. هيدا الشيء خلاني احس حالي انه عن جد ماني برودكتيف ابدا، يعني اطفي التي في بلش على الايباد ارجع على التخت حط على اللابتوب، يعني كل النهار عم بحضر وما عم بستفيد بشيء، انه عم بتسلى بس انه انا في قصص برودكتيف اكثر حاتسلى اكثر انا عم بعملها وحاستفيد منها اكثر. فكان من الهابتس انه انا اقلل من التي في، حط وقت محدد بنهاري احضر فيه تي في، مش انه من 8 لل 10 قول اليوم بدي احضر ساعتين او 3 ساعات وبس افضى احضر. في ايام عن جد صارت تقطع وما احضر بالمره. هابت نمبر 15 هي اني ما اخذ النيجاتيف كومنت بطريقه كتير بيرسونال، وخصوصا انه انا اكثر عم ركز اني اشتغل على السوشيال ميديا. قبل كان اذا حدا عمل لي كومنت نيجاتيف كتير اخده اكستريم وحس حالي انه فشلت بالموضوع. بالعكس هلا الكومنت النيجاتيف عم باخده بطريقه انه لازم تشتغلي اكثر شوي كرمال تنجحي اكثر بالموضوع. وتقبلت انه اوكي في عالم حتحب اللي انا عم بعمله، في عالم مش حتحب اللي انا عم بعمله، و اتس اوكي ما في اي مشكله بالموضوع. اوكي نمبر 16 هي اني ركز اكثر على القصص البوزيتيف. يعني وقت لقيت سورس عم تعطيني بوزيتيف انرجي وعم تعطيني موتيفيشن تكفي اللي انا بلشت فيه وانجح، هيدي السورس بتكون كتير مهمة. سو حبها واهتم فيها واعطي من قلبي زيادة بحافظ على هولي السورس يلي عم يعطوني القصص البوزيتيف. هابت نمبر 17 هي اني قلل من الكول بحياتي، لانه بالاخر 2020 كانت سيزن مليانة سهر دهر كريسمس نيو يير وكلهم بنشرب فيهم كتير. قررت انه انا باول 2021 بدي قلل اخذ الالكول بحياتي، بدي اجرب انه ما اشرب كل يوم، لانه هذا الشيء مش كتير مهم ومش كتير هيلثي لصحتي وما بيساعدني كتير اني اخسر وزني واوصل للي اللي انا بدي اياه. فبلشت اخفف تدريجيا تهلا وصلت انه بشرب ويك اند بس جمعه سبت او سبت احد، يعني يومين بالاسبوع وكيس او كيسان، انه هيك قاعده بالبيت ليه بنزل قنينه على الطاوله. يعني هابت نمبر 18 هو اني خصص وقت لالي، ان كان مره بالنهار او مره بالاسبوع او مره كل يومين، بس حس حالي انا بحاجه للمي تايم اني اخذ وقت لحالي ساعه ساعتين قد ما انا بحاجه. اعمل سكين كير، احط ميوزك، ارقص، عن جد اعزل حالي عن المجتمع، اعزل حالي عن تليفوني واقضي وقت مع نفسي. نمبر 19 هو اني اكتب كل شيء بيخطر على بالي، ان كان على التليفون او على قلم وورقه، ان كان خطر على بالي قصيده قريتها، شيء فكره على بالي اكتبها، شيء لازم اعمله سون، كل شيء يخطر على بالي اكتبه. وهذا الشيء كتير ساعدني انه بس انا عم بعمل planning لماي داي اني اتذكر انه اليوم لازم اعمل اكس ايجرك وما انسى اي شيء اني اعمله، وهيك بضل افكاري متنشطة وما عم بنسى كتير امور. habit number 20 habit number 20 اني ضلني ان كونتاكت مع اصحابي مع عائلتي مع قرايبيني، لو نحن كل واحد محجور ببيته بس ضلني عم بحكيهم، ان كان واتساب فيس تايم زوم كول، هيك بس يخلص الحجر بتحسوا انه ما كأنه تغير شيء، بعدكم جروب واحد، بعدكم عم تحكوا، بعدكم تعرفوا كل شيء عن حياة بعدكم، بعدكم عائلة واحدة. سو كتير مهم اني اخصص على القليلة ساعة بالنهار احكي فيها العالم يلي بدي احكيها فيها. habit number 21 هي اني زبط السكادجول تبع السليب تبعي، خصوصا انه هلا في انا نام 3 وام 12 نام 5 وام 1، وهذا الشيء كثير خلاني احس انه انا ماني برودكتيف وما عندي انرجي اني اعمل شيء، مش انه حتى ما اجي اعمل شيء وقت يكون نومي مش مزبوط. سو بلشت اني ظبط السليبنج سكادجول تبعي بطريقه اني استعمل على التليفون السليب مود، انه يوصل وقت يذكرني تليفوني انه انت بعد شوي لازم تنامي، وقف لي نوتيفيكيشن. وهيك اول فتره كنت دغري اطفيها وارجع كفي ليلتي عادي، لقيت انه لا عن جد عم بقوم متضايقه ومني انرجيتك وما عم بقدر اشتغل شيء، فما عادت اطفيها كثير. صرت محدده انه انا بين ال10 11 كنت نايمه وبين
8 8 ونص بكون واعيه، بكون مبلش نهاري 8 8 ونص، بوقع اكثر من هيك، بوقع 6 6 ونص. انا كثير بحب اوقع بكير، مشان هيك كثير مهم بالنسبه لي اني نام بكير. سو جايز، وهن ال 21 هيلثي هابتس اللي غيروا لي حياتي بطريقه كثير ايجابيه. اذا انتم بتعملوا هابتس غير هالهابتس او بتعملوا منهم، ما تترددوا انكم تحطوا لي اياهم بالكومنتس، يمكن كمان انا استفيد منهم. وان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه، وما تنسوا انكم تعملوا سبسكرايب لماي شانل وتشغلوا جرس النوتيفيكيشن، وتابعوني على انستغرام وتيك توك. وميرسي كتير كتير للمشاهده. stay safe stay healthy love you.